ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف السادس. سنأخذ اليوم قاعدة جديدة وهي بعنوان الفعل الصحيح والفعل المعتل. سوف نتعرف على مفهوم الفعل الصحيح وأقسامه والفعل المعتل وأقسامه أيضا. سأبدأ الآن بالأمثلة التي أمامكم. لاحظ الأفعال الآتية وبين الحرف المشترك بينها. المجموعة الأولى: أخذ، سأل، قرأ وأمر. الحرف المشترك بينهم هو الهمزة. يسمى هذا الفعل فعل صحيح مهموس. أما المجموعة الأخرى عف ورد وشد، المشترك بين هذه الأفعال تجديد الحرف الثاني، وتسمى هذه الأفعال مضاعفة تضعيفا ثلاثيا. أما المجموعة الأخرى زلزلة وعسعسة، تلاحظون تكرار الحرف الأول والثالث كما في كلمة كما في الفعل زلزلة، وتكرار الحرف الثاني والرابع كما في الفعل عسعسة، وتسمى هذه الأفعال مضاعفة تضعيفا رباعيا. أما المجموعة الأخيرة ذهب، جلس، كتب، لعب، لم تشتمل هذه الأفعال على الهمزة أو التضعيف، وتسمى هذه الأفعال أفعال سالمة لأنها خلت من الهمزة والتضعيف. إذن أعزائي الطلاب، الفعل الصحيح والفعل الذي خلت حروفه الأصلية من حروف العلة. إذن الفعل الصحيح هو أي فعل خلت حروفه الأصلية من حروف العلة، وحروف العلة أعزائي الطلاب هي الألف والواو والياء. وأقسامه أعزائي الطلاب: أولا الفعل الصحيح السالم، ما خلت حروفه الأصلية من الهمزة والتضعيف، أي لا يشتمل على الهمزة أو التضعيف، يسمى فعل صحيح سالم. بينما الفعل الصحيح المهموس، ما كان أحد حروفه الأصلية الهمزة. الفعل الذي يحتوي على الهمزة يسمى فعل صحيح مهموس. إذن المهموس ما كان أحد حروفه الأصلية الهمزة. بينما الفعل المضاعف الثلاثي أو المضاعف الرباعي، الثلاثي ما أدغم فيه الحرف الثاني والثالث فصار حرفا واحدا، أي أحد أحرفه الأصلية حرف مضاعف مشدد، مثال على ذلك عدد. ورابعا أعزائي الطلاب، المضاعف الرباعي، وهو تشابه الحرف الأول مع الثالث وتشابه الحرف الثاني مع الرابع. أما الفعل المعتل أعزائي الطلاب، هو ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة واحد أو أكثر. إذن الفعل المعتل هو ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة واحد أو أكثر. أنواع الفعل المعتل أعزائي الطلاب: فعل معتل، مثال، هنا إذا جاء حرف العلة أول الفعل، مثال على ذلك وصل. فعل معتل أجوف، إذا جاء حرف العلة في وسط الفعل، مثال على ذلك قال. ومعتل ناقص، إذا جاء حرف العلة آخر الفعل، مثل على ذلك أو مثال على ذلك تبقي، والأصل منه بقى حرف العلة جاء في آخر الفعل. إذن أعزائي الطلاب، الفعل المعتل هو ما كان أحد حروفه الأصلية حرف علة أو أكثر. من أنواع الفعل المعتل: فعل معتل، مثال، إذا جاء حرف العلة في أول الفعل، مثل وصل. معتل أجوف، إذا جاء حرف العلة في وسط الفعل، مثال على ذلك قال. ومعتل ناقص، إذا جاء حرف العلة في نهاية الفعل، مثال على ذلك تبقي، والأصل بقي أو بقى هنا حرف العلة في نهاية الفعل. أيضا أعزائي الطلاب، من أنواع الفعل المعتل: فعل معتل لفيف، اللفيف. اللفيف نوعان: لفيف مقرون ولفيف مفروق. اللفيف المقرون أعزائي الطلاب يحتوي على حرفين من أحرف العلة. إذا كان الحرفين متتابعين وراء بعضهما يكون فعل معتل لفيف مقرون. أما إذا كان الحرفين متفرقين يفصل بينهما حرف صحيح فيكون فعل معتل لفيف مفروق. لفيف مفروق، مثال على ذلك أعيد. الفعل المعتل من أنواعه كذلك المعتل اللفيف. ما الذي يقصد بالمعتل اللفيف؟ هو فعل يحتوي على حرفين من أحرف العلة. إذا كان الحرفان متتابعين وراء بعضهما يسمى فعل معتل لفيف مقرون، مثال على ذلك روى.
أما اللفيف المفروق يكون الحرفين متفرقين يفصل بينهما حرف صحيح، مثال على ذلك وع. أعزائي الطلاب، في الجدول الذي أمامكم لدينا مجموعة من الأفعال نريد تصنيفها إلى فعل صحيح سالم ومضاعف ومهموز. الأفعال هي أخذ، عفى، أمر، رد، نشأ، ذهب، سأل، درس، وشد، وفرح، وقرأ، وهمز. إذن المطلوب منكم تصنيف الأفعال الصحيحة الآتية إلى فعل صحيح سالم وفعل صحيح مضاعف وفعل صحيح مهموز. أعزائي الطلاب، الفعل الصحيح السالم هو الفعل الذي لا يحتوي على الهمزة أو التضعيف، مثال على ذلك ذهب، درس، فرح، وهمز. أما الفعل الصحيح المضاعف فهو الذي يحتوي على شدة، سواء كان صحيح مضاعف تضعيف ثلاثي أو تضعيف رباعي، عفى، رد، وشد. أما الفعل الصحيح المهموز الذي يحتوي على همزة، أخذ، أمر، نشأ، سأل، وقرأ. أعزائي الطلاب، ننتقل الآن الآن في السؤال الآتي. المطلوب منكم ضع إشارة صح أمام العبارة الصحيحة وإشارة خطأ أمام العبارة الخاطئة. أعزائي الطلاب، للتمييز بين الفعل الصحيح والمعتل لابد من إرجاع الفعل إلى أصله الفعل الماضي. أولاً، نمت فعل معتل لأن أصله نام، نعم صحيح، ويشتمل على حرف علة الألف، هذه العبارة صحيحة. ثانياً، رحلوا فعل معتل لاشتماله على حرفي علة الواو والألف، هذه العبارة خاطئة أعزائي الطلاب، لأن رحلوا أصل الفعل رحل وهو لا يحتوي على أحد حروف العلة، إذن هذا فعل صحيح. ثلاثة، أكل فعل صحيح مهموز، هذه العبارة صحيحة. ورابعاً، لوى فعل معتل لفيف مقرون، نعم هذه العبارة صحيحة لأنه اشتمل على حرفي علة مجتمعين بجانب بعضهما، هذه العبارة صحيحة. أنتقل الآن إلى الجدول الأخير. صنف الأفعال المعتلة الآتية إلى أنواعها كما في الجدول الآتي: وجد، وقى، روى، وهوى، وعى، رمى، دعا، سعى، باع، سار، ودار، ووصف. أولاً، معتل مثال محتوى الفعل الذي يحتوي على حرف العلة في أوله، مثال على ذلك وجد ووصف. معتل أجوف احتوى على حرف العلة في منتصفه، باع، أو هو ثاني حرف من الفعل، باع، سار، ودار. معتل ناقص جاء حرف العلة في نهاية الفعل، رمى، ودعا، وسعى. أما معتل لفيف مفروق احتوى على حرفي علة يفصل بينهما حرف صحيح، مثال على ذلك وقى ووعى. أما معتل لفيف مقرون احتوى على حرفي علة بجانب بعضهما، مثال على ذلك روى وهوى. هكذا أعزائي الطلاب تعلمنا ما الذي يقصد بالفعل الصحيح والفعل المعتل وأقسام كل فعل منهما. أشكركم طلاب الأعزاء على حسن الاستماع، وألقاكم في الحصة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.